السلام عليكم وصيامكم مقبول إن شاء الله، ومرحبتين بيكم في الكاميرا الخفية كورونا. فريق الكاميرا الخفية كورونا زي العادة قام بتجهيز سيارة الإسعاف لاستقبال ضيف حلقة اليوم. مرة مشي يقعد بالليل، ليه يقعد خويا يقعد يقعد، انت خلينا نشوف الاخرين. مسيتوا بنتي؟ مسيتوا ولا يا رسول؟ تنفس لك في وجهك، كحلك في وجهك. ها ترى هي جيش اي ضربتك، ما بس الماسك طول انت. تضربنا يا ولاد سعيد. كورونا في عقل، في عقل من ماشيين الاولاد شافوا فينا الحكم، في عقل. لا تخرج مرض العبيد صاحبي، اقعد غادي نحيك الماسك، زيدي مرضكم نحيه نحيه، زيدي مرض، زيدي اقعد انت في نحي. اسمعني اش من حل يا ولدي، اش من حل، نحيك الماسك صاحبي نحي، خلينا نشوف بالك شي عندك شو استمنع مزيد صغير، نحي حلي فمك بالكدا، نحيه نحيله يا ما يفهمش، عاود ترجع له من داخل. لا اله الا الله محمد رسول الله. شاهد صاحبي شاهد، تحل الباب. شاهد عايش خويا، شاهد شاهد عايش خويا، شاهد واحد سعيد ضربتك يا صاحبي سعيد، تعرف كيفاه بيجوا يقطعوا الاولاد، خمسة يجيبهم الاخرين قطعوا، لازم يفضوا فيهم الحكم كلنا يا صاحبي. جاوب طالب واحد. لا 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 محمد رسول الله. قداش عندك من حال؟ صاحبي جيب حل، جيب خير شدوهم الولاد. قداش عندك ملي قابلتهم؟ وين نحلك صاحبي تاع ديال العباد؟ وين الكل مرضنا راه؟ الكل باهي، قول لي اجي هنا خلينا نشوف. لحظة لحظة اغزر لي اغزر لي اغزر لي باش نحلك. لحظة 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 اغزر لي اغزر لي كلمة، سكر التليفون من غير تخرج الاخبار. خلينا نقطعو، سكر التليفون، خلينا نقطعو اسكت. لحظة لحظة هاي، حلو حلو حلو
حلو البيت، حلو البيت، حلو البيت، حلو حلو البيت. لا 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 الله محمد رسول الله. بحلي ولا بحلي ولا كلامي. بحلي كورونا في ساحة. بشلة. ما عم نكبسك يا ولد. لا بشلة. ولا حسيتك عبتك بتدخلاني. ما عم نكبسك ولا لحبي. عاشر تو وجي العاشر تو. هاتيش ريبة مسيح. حسن عاوننا يعطيه الصحة بريمو بركلة عجيب. لا وشو جيه ها؟ شو جيه عجيب؟ قرون كوراجي كوراجي هاي جفعة خلقيته بطبر لسك طبعا عاد بطبر لسك الشردة ساكرة ولا فاطر؟ ساكرة ازيز معك يوقع داخل ادخل داخل ادخل داخل يعملوا لك أنا ليزو يدخلوا لك أكيد حلاني حطيت الهلبريس تلفون بعد يا الله الأولاد سيلانس تكون توجو أسألوا ثلاثة كسكانة يا خي بسم الله أخونا شو فيه؟ عايشك الحمد لله السلام سامحنا يا أستاذ ليبي سامحنا يا أستاذ سمح الله يبارك فيك بالله كلمة شن أحكي لنا إحساسك قبل كل شيء كيف كان إحساسك؟ شن حسيت وقتها؟ سبعة دراج كيف حسيت وقتها؟ سكين سكين يعني لما قالوا لك إن في كورونا وكذا شن حسيت وقتها يعني؟ في من فكرت أول شيء؟ في من فكرت؟ شو فكرت؟ بصراحة في شين قاعد تفكر؟ بس كل شو فكر شيء قاعد مجوع بيه تحب نخرج لبرا خيره بيه اوكي سيبو ثانيين عليه خلي ياخذ هواء ناخذ ايش الزبوز اكثر صوت اقعد لنا شوي خليه يقعد لنا خليه هنا خذ نفس خذ نفس خذ نفس وش بيقلك مثلك علي انا انت ايش بي كورونا خلص كورونا سيري تعدينا ما يعني في أموادي اللي بيمزل نبو حكينا لحساسك أول ما أخدوك حكينا التفصيل كيف كان يعني أول ما شفت السيد نقل كل شد نقل الحالة طبعا هي بارك الله حالي شكرا كانوا طول كانوا ايش طلع ما يقف فنابنا قال يبقى ما يبقى ايه كي قال يدي سيد انت الكورونا كنت تعديل كيفيك الحيد الماسك كيفيك حسيت انت تحت الماسك ما عطلوش عليك انت قاعد مجروح كلمة للشعب الليبي والشعب التونسي والشعب العربية يعني رمضان ان شاء الله رمضان مبارك ان شاء الله تهدى الحروب ان شاء الله تهدى عودة ثانية ان شاء الله كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله ربي يفك الحروب على ليبيا عودة عودة ثانية سيلونس سيلونس كلمة أكسيون ربي وفقكم عودة عودة ما يضرب بالنوحة خلاص عودة ربي وفقكم وشارك كل عودة حياة خير
نعدوها عادي ما يصير. عدوها. عادي. مية مية.